بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، فقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض سمات خطاب الجماعات المتطرفة، وقلنا بأن السمة الأولى أنه خطاب عنصري أحادي، والسمة الثانية أنه خطاب استعلائي يحصر مفهوم الدين في نفسه فقط، وبينا أنه أخطأ في فهمه لقضية الجهاد وفي فهمه لقضية الجاهلية. وقد طرحنا سؤالين: السؤال الأول، هل يصح إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمع دون تقييد؟ وأجبنا بأن ذلك لا يصح، وذلك من خلال الأصول الإسلامية. السؤال الثاني الذي وقفنا عنده، هل يصح وصف الجماعات والمجتمعات الحالية بهذه الكلمة، بكلمة الجاهلية؟ ينبغي أن نفهم أيها السادة والسيدات أن الجاهلية فترة من الفترات الزمنية، وقد عبر القرآن عن هذه الفترة، أعني فترة ما قبل الإسلام، بالجاهلية، وعبر عنها مرة أخرى بالجاهلية الأولى، إشارة إلى جاهلية سبقت الإسلام مباشرة. ويرى بعض المتطرفين أنها ملة أو وصف، ومن هنا يمكن أن تتجدد، لكن الصواب أننا إذا أردنا استعمال هذا الوصف فقد يكون استعمالا جزئيا لا بصفة مطلقة، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما حدث شجار بين بعض الناس: دعوها فإنها منتنة، بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، كل أراد أن يتعصب لقبيلتي فقال دعوها فإنها منتنة. واضح جدا أيها المشاهدون من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد سلوك معين، عادة معينة، لا يقصد الحكم على هذين الرجلين بالكفر، ولا يقصد الحكم على المجتمعات كلها بالكفر كما ذهب إلى ذلك الجماعات المتطرفة. ينبغي أن نتنبه أنه لا يجوز مطلقا أن نربط بين الحكم على سلوك فرد ما بالحكم على المجتمع كله بلفظ الجاهلية. من الأخطاء التي وقع فيها سيد قطب أنه رمى المجتمع كله بالجاهلية، ورمى المجتمع كله بالكفر، وقال بأن المجتمع لو ترك حكما واحدا أو جزئية واحدة من أحكام الإسلام الكثيرة والكبيرة والمتعددة فهو مجتمع كافر. وعلى هذه الأفكار تربت هذه الجماعات الإرهابية. قال هذا الكلام في كتاب معالم في الطريق، بأن المجتمع لو ترك جزئية واحدة من الإسلام فإنه مجتمع جاهلي ويكفر. لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن نربط بين الحكم على سلوك فرد ما بالحكم على المجتمع كله بلفظ الجاهلية. وأول قاعدة من قواعد الحكم على المجتمع بأنه مجتمع إسلامي قبوله الإسلام دينا بالنص الرسمي وبالقول اللساني. الناس في مصر ينطقون بشهادة لا إله إلا الله وبشهادة أن محمد رسول الله وتعلو المآذن والصلوات، فهذا لا يمكن أن يكون هذا المجتمع مجتمعا كافرا كما يرى سيد قطب، وكما جاء هؤلاء في آخر القطار يرددون صدى ما قاله سيد قطب، ويرددون صدى ما قالته الخوارج من قديم. القاعدة الثانية، تقصير الإنسان لا ينسحب على المجتمع كله. المسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والله يقول كل امرئ بما كسب رهين. نفرض أن واحدا في مصر
شرب الخمر، وأن واحدا آخر فعل الفاحشة، وأن واحدا آخر سب وقذف، هل نسحب هذا الحكم من الأفراد أو من فرد أو أفراد معدودين إلى المجتمع كله ونرميه بالجاهلية أو نرميه بالكفر؟ فلنكفر المجتمع بكفر قلة. افرض أن هناك عددا من الناس خرج عن الإسلام، نرمي المجتمع كله بقلب الكفر لأن قلة خرجت عن الإسلام أو لأن قلة الحدث؟ هذا لا يمكن. فلنكفر المجتمع بكفر قلة ولا نصفه بالانحلال العام لانحلال قلة فيه، أو نرميه بالجاهلية لفعل شخص ما فعلا من أفعال الجاهلية. إصلاح المجتمع أيها السادة والسيدات لن تكون وسيلته رمي العصاة بالكفر أو رمي العاصين بالجاهلية أو قتالهم، ذلك يؤدي إلى مفسدة أعظم وأكبر من الخير الذي ننشده. السمة الثالثة لخطاب الجماعات المتطرفة أنه خطاب لا يتحلى بالمنهجية العلمية، فهو خطاب لا يتحلى بالمنهجية العلمية التي أرسى قواعدها فرسان ربانيون اصطفاهم الأزهر الشريف، فإذا ذكرت أمامهم واحدا من أساطين الأزهر الذين طبقت شهرته الآفاق لاستخف به وامتعض ولا يحب أن يسمع، لأنه في ذهنه أنه هو الذي يملك الحقيقة كما قلنا في الحلقة السابقة. نضيف إلى ذلك أن هذه الجماعات المتطرفة تعاني من سطحية مقيتة في علوم العربية وفي علوم الإسلام، من ذلك مثلا أنهم يطلقون النصوص الثلاثة التي وردت في سورة المائدة عن الذين لم يحكموا بما أنزل الله بأنهم كافرون ظالمون فاسقون. عندنا آيات ثلاث في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هؤلاء يأخذون هذه الآيات ويرفعون بها الأصوات بأن المجتمع كافر لأنه لا يحكم بما أنزل الله عز وجل. هل هذا الكلام صحيح؟ نجد أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. ما السبب في هذا الكلام الذي يرددونه؟ السبب فقد المنهجية العلمية. لو عرف هؤلاء أن من أدوات المفسر الفاعلة علمه بدلالات السياق داخليا وخارجيا سابقا ولاحقا لعرفوا أن تلك النصوص المراد بها كفر دون كفر. يعني عندما نقرأ القرآن الكريم ينبغي أن نفهم السياق الذي فيه الآيات. من الخطأ أن الإنسان يتقع عينه على آية في القرآن الكريم فيأخذها هكذا بعيدة عن سياق الصورة وبعيدة عن سياق الآيات التي قبلها والتي بعدها. الصحابة الكرام ابن عباس وهو بلا شك أعلم من هؤلاء مئات وآلاف وملايين المرات بالقرآن الكريم، ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، عندما فسر هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر. يعني إيه كفر دون كفر؟ يعني هناك كفر أكبر وهناك كفر أصغر. الكفر الأكبر يخرج من الملة، الكفر الأصغر يساوي المعصية. يعني إنما تطلق كلمة الكفر والمراد بها كفر النعمة كفر المعصية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف، فكفرت بأنعم الله ليس معناه كفر أنه يخرج عن الملة، إنما المعنى أن هذا كفر أصغر يساوي المعصية.
فابن عباس يقول كفر دون كفر أي معصية إذا ترك الإنسان الحكم بما أنزل الله فهذا من باب المعاصي لا من باب الكفر الذي يخرج من الملة، إلا إذا قال بأن الحكم الذي أراه أحسن من حكم الله وأن حكم الله هذا لا يصلح وأنه كذا وأنه كذا، هذا هو الذي يخرج من الملة. ثم إنه ورد في صحيح مسلم عن البراء بن عازب أنه قال إن هذه الآية والآيتان اللتان بعدها في إحداهما وأولئك هم الظالمون وفي الأخرى فأولئك هم الفاسقون نزلت كلها في الكفار أي الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وليس المسلمون هم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، إنما في اليهود ومن كان مثله. يعني هناك رأي كما جاء في هذا الحديث في صحيح مسلم أن هذه الآيات نزلت في اليهود ولا تختص بالمسلمين، ولم يصح بالإسناد الصحيح عن الصحابة الكرام في تفسير هذه الآية إلا تفسير ابن عباس رضي الله عنه وتفسير البراء ابن عازب، وعلى ذلك درج فقهاء الشريعة إلى قريب من منتصف القرن الرابع عشر الهجري. فإن قيل الآية عامة دون نظر إلى من نزلت فيهم، نقول هذا العموم يعارضه عموم آخر عندما يقول الله عز وجل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وهناك طريقة عند الأصولين في الجمع بين العمومات، فطريقة الجمع بين العمومات بالتخصيص. السمة الرابعة إنه هذا خطاب جماعات المتطرفة، خطاب يتدرع بالقنابل والرصاص. نحن ينبغي أن نعلم بأن الخطاب الإسلامي لابد أن يقوم على الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والموعظة الحسنة الكلمة اللينة التي تحول العدو إلى صديق، وجادلهم بالتي أحسن. والجدال هنا في لغة القرآن يعني الحوار، فالإسلام لا يعرف أن تحمل القنابل ولا أن تحمل الرصاص. تعالوا نسي هؤلاء أن القرآن الكريم أمر موسى وهارون أن يقول لفرعون وهو الطاغية المتأله الذي ادعى الألوية والذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وقال ما علمت لكم من إله غيري، أمر الله موسى وهارون أن يقول لهذا الطاغية المتأله قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قول لين لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان الله عز وجل أرسل من هو أفضل منكم إلى من هو شر خلق الله في الكفر، وأمر موسى وهارون أن يقولا قولا لينا، الذي نريد أن نخلص إليه أن هذه الجماعات جماعات أحادية متعجرفة متعالمة مصاصة للدماء، ولا بد أن يكون في قطيعة مع دولة مؤمنة بالحوار وتعدد الثقافات وقيام المؤسسات، ودولة لا تنتقص من قدر الدين بحال من الأحوال. الأمر الآخر بعد أن شرحنا مفهوم الجهاد ومفهوم الجاهلية ومفاهيم كثيرة فيها المغالطة وكذا إلى آخره، أيضا هذه الجماعات تقوم على عدم التسامح وقبول التنوع والاختلاف والتعايش السلمي، هي لا تعرف هذا لما قلت من أنها جماعات أحادية عنصرية كذا. عندها سمة أخرى مهمة أنا أريد أن أقف عندها، من
سمات هذه الجماعات المتطرفة ادعاء العصمة وإلغاء العقل والسمع والطاعة. ما معنى هذا الكلام؟ الجماعات الإسلامية تدعي لزعيمها ولمرشدها العصمة أنه لا يخطئ، مع أنه من بدهيات العقيدة الإسلامية أن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام الكل يخطئ ويصيب، ما فيش إنسان على وجه الأرض معصوم، لكن هؤلاء يدعون العصمة لزعيم الجماعة. ويجب على كل الأتباع والقطيع من الجماعة السمع والطاعة للزعيم لأنه معصوم دون مناقشة أو إعمال للعقل في كل ما يصدره من أوامر. ولا شك أن هذا مصادم لحقائق الشريعة الإسلامية أو للدين الإسلامي. أولا، العصمة انتهت بوفاة خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام كما قلنا. الأمر الثاني، إعمال العقل فريضة إسلامية. وصدق الأستاذ العقاد رحمه الله عندما ألف كتابه التفكير فريضة إسلامية، يعني الإنسان لابد في الشريعة الإسلامية أن يعمل عقله. نحن آمنا بالله عز وجل بناء على العقل، وابن الجوزي يقول بالعقل عرفنا الله وحده، بالعقل آمنا بالله، وبالعقل صدقنا الوحي، وبالعقل آمنا بالرسول وبالرسل عليهم السلام. فالعقل إعماله فريضة إسلامية في ديننا الحنيف. والأمر الثالث، أنه لا سمع ولا طاعة إلا لله وكتابه وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ورد فيه الوحي. إذن أيها الشباب، لابد عندما يتكلم معكم أحد من هؤلاء المتطرفين لابد أن تعرض كلامه على العقل وعلى الفكر وعلى المنطق وعلى الشرع الشريف، لأن الله عز وجل أعطاك هذه الأداة العقل لكي تفكر ولكي تعمل. وكم وكم قرأنا في القرآن الكريم الآيات في العقل، لقوم يعقلون لقوم يتفكرون أولو الألباب، ذكرت في القرآن الكريم في مواضع عديدة. تعطيل العقل جريمة، تعطيل الفكر في الإنسان ينزل بالإنسان إلى ما يقارب، عافانا الله جميعا ومعذرة لكم، من الحيوانات. فأنت لابد أن تعمل العقل في كل ما يعرض عليك. أيضا هؤلاء يوظفون الدين لتحقيق منافع شخصية وتقلد سلطات سياسية. يعني أنت عندما تبحث في هذه الجماعات وتقرأ أفكارهم وتختلط بهم، تجد أنهم في نهاية المطاف هم يعملون لتحقيق المصالح الشخصية والوصول إلى السلطة وتحقيق منافع وأهداف نفعية وسلطوية. يعني ليس هذا لله. الذي يعمل لله يترك مجالا لا يحسنه لغيره ويذهب إلى المجال الذي يحسنه. أما الذي يريد الكرسي فقط، الكرسي أو تتحول مصر إلى شلالات من الدماء وإلى تخريب وإلى تناحر وإلى قتال، إما أن نحكم إما أن تتحول مصر إلى دماء وإلى قتل وإلى تفجيرات وإلى تخريب. هل الإسلام يأمر بهذا؟ إذا كنت تدعي خلال قرون طويلة أنك تريد الإسلام وتريد بناء المجتمع بناء إسلاميا، لماذا لم تترك الشيء الذي لا تحسنه وأن تعود إلى صفوف الناس بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؟ لماذا باب الحكم بالذات أنت تريده؟ لماذا باب الحكم بالذات أنت تريد أن تتسلط عليه وأنت لا تحسنه؟ أنت ربما أحسنت
الوصول إلى الحكم، لكن فرق كبير جدا بين الوصول للحكم وبين الحكم. الحكم له أدوات أخرى أنتم لا تحسنونها، والإسلام يأمرك بأنك عندما لا تحسن شيئا أن تتركه. ثم في هذه الحالة عندك أبواب عديدة من الخير، لماذا لم تتلمس الخير في الأبواب الأخرى؟ أيضا ديننا الحنيف يحرم ازدراء معتقدات الآخرين، وفقه المآلات يمنع من الاعتداء بالقول أو بالفعل أو بأي شيء لمعتقدات الآخرين. ألم يقل لنا القرآن الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني أنت لا تسب معتقدات الآخر، لأنك عندما تسب معتقدات الآخر أنت تدفعه إلى أن يسب معتقدك، إلى أن يسب الله مثلا، أو أن يسب الرسول، أو أن يسب ما تعتقد. وعندنا في الشريعة الإسلامية فقه المآلات. ألم أقل لكم كثيرا لابد أن يتسلح الدعاة إلى الله بقواعد الفقه، بمقاصد الشريعة، بفقه الواقع، بفقه المآلات. فقه المآلات أنك تنظر ماذا يحدث هذا الفعل في المستقبل. يعني هذا الفعل قد يكون مباحا جائزا لا شيء فيه، لكنه في مستقبل الأيام قد يجر عليك البلاء، وقد يجر المصائب، وقد يجر إلى الفتن. أنت تنظر إلى المآلات. وفقهاء الشريعة الإسلامية يقولون للوسائل أحكام المقاصد، فما وصل إلى الحرام فهو حرام، وما يوصل إلى المكروه فهو مكروه، وما يوصل إلى الواجب فهو واجب، وما يوصل إلى المباح فهو مباح. أحكام كثيرة جدا في الشريعة الإسلامية. ديننا الحنيف يمنع ويحرم ازدراء المعتقدات الأخرى لدى الناس. لابد في النهاية من أن نبني دولة، أو فقه بناء الدولة في الإسلام. يدرك المنصف أن ما نطلق عليه اليوم الدولة المدنية الحديثة، والتي نفاخر بها، والتي يعمل القائمون في بلدنا حفظهم الله على بنائها، على بناء مصر الحديثة المتطورة في التعليم، في الصحة، لابد أننا نعمل على بناء دولة حديثة ويجمع عليها كل الدارسين للعلوم السياسية والاجتماعية والقانونية، والتي يفخر بها العالم كله. الدولة الإسلامية عندما نعود إلى وثيقة المدينة، وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة بنى دولة بالمفهوم الحديث تتكون من أرض ومن شعب ومن دستور. الدولة الإسلامية أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة على عقد اجتماعي واضح البنود والشروط والأركان. بدأ ذلك في موسم الحج في السنة 12 من النبوة، الموافق سنة 621 ميلاديا، في بيعة العقبة الصغرى. فقد روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. لاحظوا هذه الكلمة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لم يقل لنا بأنه من ارتكب من ذلك شيئا فهو خالد مخلد في النار، أو فمصيره إلى النار.
إنما قال أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته، وفي رواية فبايعناه على ذلك. وبعد إتمام البيعة التي ركز فيها صلى الله عليه وسلم على أصول الإسلام وعلى أصول المحرمات وعلى أصول الطاعات، بعد إتمام البيعة وانتهاء الموسم، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام إلى يثرب لينشر الإسلام ويعلم المسلمين شرائع دينهم. وفي موسم الحج التالي وفي السنة 13 من البعثة الموافق يونيو 622 ميلاديا، حضر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى بضع وسبعون نفسا من مسلمي يثرب ضمن حجاج قومهم من المسلمين، وقد عقدوا العزم على عدم ترك الرسول. وفعلا حدث اجتماع بين 73 رجلا وامرأتين إلى آخر الكلام. المهم أن الإمام أحمد يروي عن جابر قال جابر نبايعك على ماذا؟ قال الرسول عليه الصلاة على السمع والطاعة، لأنه يوحى إليه في المنشط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم إلى آخر الرواية. بعدما تمت البيعة طلب الرسول انتخاب 12 زعيما يكونون نقباء على قومهم، بناء الدولة المدنية وإرساء أسس الديمقراطية المنضبطة. هنا لابد أننا نركز على عدة نقاط في الدولة الإسلامية الحديثة التي امتداد للدولة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدولة التي في الإسلام والتي أسسها رسول الله تقوم على ما يلي: أولا كانت دولة تعاقدية، فقد سبق بناء الدولة لقاءات بين أبناء يثرب وبين الرسول في العقبة، وقد تم لقاء على مدى سنتين متتاليتين، وقد أطلق على هذين اللقاءين في كتب التاريخ والسيرة بيعة العقبة الأولى والثانية، والذي كان من ثمراتها إبرام عقد اجتماعي لتأسيس الدولة. وكان للرسول مجموع الشروط للانتقال إلى يثرب، وقد أقر الوفد كل هذه الشروط طواعية وبعد دراسته. إذن دولة قامت على عقد اجتماعي. ثانيا، دولة المدينة كانت أول دولة قامت على اختيار الحاكم من جانب المواطنين، فقد قامت على عقد رضائي، فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق بناء على طلب ورضاء كامل من ممثلي سكان المدينة ليكون رئيسا سياسيا لهم، فلم يكن غازيا ولا مستعمرا ولا مغتصبا، وقد استقبله كل أهل المدينة بالترحيب والسعادة وتنافسوا على من يحظى بإقامته صلى الله عليه وسلم. إذن الدولة في الإسلام قامت على عقد اجتماعي، وقامت على عقد رضائي، وثالثا كان أول ما أرساه النبي عليه الصلاة والسلام في الدولة الجديدة بناء المؤسسات العامة في الدولة، وكان هذا متمثلا في عصره في بناء أول مسجد في الإسلام ليكون مؤسسة ليجتمع فيه المسلمون للعبادات وللشورى ولأمور أخرى كما تعلمون. رابعا، قامت دولة المدينة على التوافق الوطني، وهذا ما توصلت إليه الدول حديثا، فلابد من توافر حد أدنى من التوافق والمشتركات الثقافية بين سكان الدولة حتى يكون هناك شعب متماسك يكون أساسا متينا للدولة. وقلنا بأن حرص مؤسس الدولة صلى الله عليه وسلم على أن يحقق تصالحا وتوافقا بين أكبر قبيلتين في المدينة الأوس والخزرج. خامسا، تم تأسيس أول دولة في الإسلام على دستور يحدد شكل الدولة وحقوق وحريات وواجبات سكان
هذه الدولة، وقد تتمثل أو تمثل هذا في صحيفة المدينة، وكان من أول بنودها أن المسلمين من المهاجرين والأنصار واليهود ومن تبعهم ومن لحق بهم أمة من دون الناس. وهذا يعني أن الدولة الإسلامية ينبغي أن نلتفت، هذا يعني أن الدولة الإسلامية لا تقتصر على مكون واحد فقط وهو المسلمون. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بأن دولة تتكون من الأوس والخزرج أو من المهاجرين والأنصار فقط، إنما قال من المسلمين، كان أول أن المسلمين من المهاجرين والأنصار واليهود ومن تبعهم فلحق بهم أمة من دون الناس. وقال في هذه الوثيقة: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. والدولة الإسلامية لا تقتصر على ما هو قائم من سكان ذلك القطر، لأن عبارة ومن تبعهم ولحق بهم تعطي توجيه للدولة بأن تضم سكانا جددا بشرط التزامهم ببنود الدستور المؤسس للدولة. سادسا، كانت دولة المدينة هي التاريخ الحقيقي لإرساء مبدأ المواطنة، ومبدأ يتضمن أبعادا قانونية واقتصادية واجتماعية ووطنية، أهمها أن الحقوق والحريات والمساواة كاملة لكل من يعيش داخل الدولة دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية. الشرط الوحيد أيها السادة المشاهدون هو الانتماء والولاء للدولة والالتزام بالعقد المؤسس لها. فنحن أخوة في هذا الوطن بقطع النظر عن اختلاف المعتقد، لأن هناك أخوة دينية وهناك أخوة وطنية. سابعا، حققت دولة المدينة المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد قرر القرآن الكريم أن النساء شقائق الرجال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، بما يؤكد أن المرأة إنسان لها ما للرجل وعليها ما على الرجل. ثامنا، أسست دولة المدينة على أساس من العدالة بالمعنى الذي حدده الله عز وجل، مراعاة العدل بين الناس جميعا بقطع النظر عن معتقداتهم وعن أجناسهم وألوانهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تاسعا، دولة المدينة أول دولة تطبق مبدأ الشورى، ويتعني الديمقراطية المنضبطة بعقيدة وقيم ومعايير الإسلام. عاشرا، دولة المدينة أرست نوعا جديدا من العلاقة بين الأغلبية والأقلية، فقد كان غالب سكان المدينة من المسلمين وهم الأنصار والمهاجرون، لكن كانت هناك كذلك أقليات أخرى تتمثل في قبائل يهودية ومشركين. ودولة الإسلام ترفض فرض الدين أو فرض الرأي والاعتقاد على أحد، وترفض ما يطلق عليه اليوم دكتاتورية الأغلبية، فقد أتيح لغير المسلمين في دولة المدينة حرية الاعتقاد وممارسة العبادات الخاصة بهم وتطبيق قوانين أحوالهم الشخصية في الزواج وبناء الأسرة، وحرية النشاط الاقتصادي والاجتماعي تماما مثل المسلمين. الشرط هو الالتزام بدستور الدولة وعدم الاعتداء أو التآمر على هذه الدولة، لأن الناس جميعا سواسية كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، بقطع النظر عن المعتقد وعن اللون وعن أي شيء، المهم أن الناس لآدم وآدم من تراب. تلك هي الأسس التي قامت عليها الدولة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. هناك مبادئ دستورية كبرى في وثيقة المدينة، ربما نعرض لها في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.